لو لقيت مدير محل بيطرد واحدة لأنها من وجهة نظره شكلها مش مناسب للمكان ولا لنوعية زباين المكان، هتتصرف إزاي؟ ممكن حضرتك تروح لمحل تاني تنقي منه؟ معلش ليه طيب؟ ممكن تشوفي مكان تاني مناسب ليك. ما فهمتش حضرتك. أنا بنقي زباين. الصدمة غدا 6:10 بتوقيت السعودية على NBC1. رمضان يجمعنا.